اهلا بيكم، معاكم معاذ. حلقه جديده من حلقات ارابويتش، تعليم اللغه الالمانيه. الحلقه دي هنتعلم دي زعلن. زعلن معناها الارقام او الاعداد. هنتعلم من رقم واحد الاول لحد رقم 12، وبعدين لحد رقم 20، وبعدين هنحاول نتعلم لحد رقم 100 في الحلقه دي. خليك معايا. ورجعت لكم، هنبدأ حالا دلوقتي. نبدأ بالأعداد من صفر. هنتعلم في الحلقة دي دي تسالن، معانا الأعداد من صفر لحد 100. نبدأ الأول بالرقم صفر، معناه نول. نول، أينز، أينز، زواي، زواي، دراي، drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun, neun, zehn, zehn, elf, elf, zwölf, zwölf. ليه احنا عند الستة سكس عملنا حرف الاس بلون مختلف، والسيبن الاي ان عملناها بلون مختلف، وحرف العشرة رقم تسين عملناها برضو برقم مختلف؟ لان هنحتاج الحاجات دي معانا في الحلقة دي بشكل ملحوظ. علشان نخش على رقم 13 بنجيب دراي، بنجيب رقم 3 وبنزود عليه رقم 10. دراي 10. رقم دراي بيجي دراي وبعدين بيجي 10، بنقول دراي 10. دراي 10. 14. 14. 15. 15. هنا بقى عند رقم 16 هنعرف احنا ليه عملنا علامة الاس دي بلون مختلف، لان هنا لما بنيجي نقول 16 مش بنقول 16، لا احنا بنقول 16، بنمسح حرف الاس وبتبقى بس 16. وبرضو نفس المشكلة معانا مع رقم 7، لما بنيجي نقول 17 بنمسح الـ AN، بنقول 17، 17، 16، 17، 18، 19، 20، 20. هقول الحتة اللي فاتت دي تاني، هحاول أقول كل رقم وأسيب بعديه وقت قصير بحيث إن أنت تنطق ورايا الأرقام دي تاني. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. حاول تنطقهم كتير لحد ما تتعود على نطقهم. هنخش على الأرقام اللي بعد كده. رقم 10 10، احنا هنزود 10. 20، 20، 30، 30، 40، 40، 50، 50،
60. هنا برضو بنشيل حرف الاس. 60. 70. هنا برضو بنشيل الاي ان. 70. 80. 80. 90. 90. نلاحظنا من 20 لحد 90 في اي جي في الاخر 20. وده هنا باللهجة السويسرية مش بتتنطق 20، لا بتتنطق 20 بالجي. بس احنا بنتعلم هوخدويتش اللي هو اللغة الألمانية الفصحى، علشان كده نحاول ننطقها 20 زي ما انا بنطقها. وطبعا 100 هوندات طبعا زي الانجليزي. علشان نبدأ نخش في الأعداد اللي بعد كده محتاجين نكون عرفنا الأرقام من 1 ل 9 زائد الأرقام دي اللي هي من 10 لحد 100. وبعدين هنجيب 1 هنقول ein und 20. ein und 20. 2 und 20. وهنا بنلاحظ ان في كلمة und معناها و، اللي هي 21، وبتبقى زي العربي بالظبط. يعني احنا برضو في العربي بنقول 21، 22، هكذا برضو باللغة الألمانية. ده هيسهل علينا كتير الأرقام. احنا بس بنجيب كلمة und في النص، وأهم حاجة بنكتبها كلها كلمة واحدة، يعني مش بنسيب فرق بين التلات كلمات. 21 22 23 23 24 24 25 25 26. وهنا أول مرة بعد ما كتبنا حرف الستة، هنا مش بنمسح الاس زي هنا، لا احنا هنا بنقول 6 und 20. 26 هنا بنسيب الاس. 27 27 28 28 29. وبعدين بنيجي هنا على 30، وبرضه بنرجع نقول 31 32 33 وهكذا. بنطبق اللي هي الحروف دي او الارقام دي مع الباقي كله من 20 لحد 100، وهتبقى معانا ان شاء الله جاية كويس. انا هجيب دلوقتي من كل فئة، اللي هي مثلا احنا قلنا العشرينات، هنيجي دلوقتي لفئة التلاتينات. هنقول مثلا 37 37 3، بنجيب اللي على اليمين الاول، 3 und 40 43 51. هنا مش بنقول 1، لا احنا بنقول 51 68 68 الفئة السبعينية اللي هي 75 75 75 86 86 92 92. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. أتمنى تكون عجبتك. حاول تكرر نط الحروف دي كتير أو الأرقام دي كتير على قد ما تقدر، وتعلم إزاي تركب الكلمات دي مع بعضها علشان تجيب النط الصحيح لكل كلمة. شكرا، أشوفك الحلقة الجاية. مع السلامة.